try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غندوزو فيه الحالة الثانية تاع عاش تاع الحالة تاع مجموعة التعريف. يعني شنو الحالة الأولى؟ وين تكون عندك بسط على مقام أو لا بلغة دالة جدرية تكون عندي حدودية على حدودية. شفنا 16 الحالة فيها. دابا غندوزو الحالات اللي تكون فيهم الجدر، متفقين؟ الحالات اللي تكون فيهم الجدر هي حالة واحدة أخرى، وصلنا الحالة 17. شنو هو إذا عندك غير الجدر غير بوحده، يعني ما عندكش في المقام، عندك في السطر واحد يعني في البسط. إذا عندك الجدر بوحده فشنو هو الشرط ديالو؟ الشرط ديالو أن داخل الجدر خاصو يكون أكبر من الزيرو، يعني خاصو يكون موجب. مستحيل في الرياضيات تلقاو بأن ما داخل الجدر هناك واحد العدد هو أصغر قطعا من الزيرو، مكاينش. يعني إلا مشينا سولنا حتى المساند الرسمي اللي هي كالكولاتريس وقلنا ليها مثلا ناخذ أي عدد اللي هو سالب، واش متفقين؟ ناخذ أي عدد، ناخذ مثلا جذر، مثلا ناخذ أقرب واحد للزيرو هو ناقص واحد. شو تقول لنا واحد المقولة اللي هي شهيرة جدا في الرياضيات؟ هي شحال؟ أوب، قالت لنا مات إيغور، يعني قالت لك القضية راه مكايناش في الرياضيات، يعني حشومة وعيب وعار يكون ما بداخل الجذر يكون سالب، متفقين؟ يعني بداخل الجذر يعني خاصو يكون غير موجب، تبدا من الزيرو والفوق، من الزيرو والفوق. السالب حرام عليه بأنه داخل الجذر يكون سالب. والدليل على ذلك شتو كالكولاتريس قالت لكم راه هادشي راه مكاينش، وفعلا راه مكاينش، يعني مداخل الجذر عقلو عليه تيكون موجب، ما بداخل الجذر تيكون موجب. نجي عند هذا هو التعبير اللي نبداو به، يعني دائما في التعابير اللي تنخدم بها تنبدا بالسهل المتوسط تنوصلو ان شاء الله للصعيب. حنا دابا مازال في السهل، عطاونا هذه هي الاف دو اكس، عطاونا جذر اكس زائد 8 اكس زائد 4. انا اصلا تبان لي هذه فيها الجذر، اول حاجه نمشي نيس مباشره على الجذر نشوف الى داخل عندنا عدد معلوم او لا مجهول. عندك عدد معلوم ما عندناش معاه بروبليم، يعني هذه مباشره تكون هي اهم، متفقين؟ ولكن بما انه عدد مجهول كاين داخل الجذر، يعني خاصني نهتم ملي بالشروط تاع دي دي اف. شنو هي دي دي اف؟ دي دي اف تساوي اكس ينتمي الى ار، بحيث عندي الجذر ما داخل الجذر كي خاصو يكون، يعني ان اكس خاصو يكون اكبر او يساوي الصفر. هذه خصني نكتبها على شكل دي دو اف، يعني هذه راه دي دو اف راه معروفه. يعني غنجي ندير مستقيم مدرج باش تبان الامور واضحه، يعني من بلوس لانفيني حتى موال لانفيني، ومركز تاع الاعداد هو الصفر. انا شنو قلت لهم؟ قلت لهم انا راه باغي الصفر، يعني عندي او يساوي، يعني من الصفر تالين حتى بلوس لانفيني، يعني الصفر باغي، ها هو باغي، ها هو ندخله معايا، يعني من الزيرو تالين حتى بلوس لانفيني، يعني كبار شي اكس كبر من الزيرو، ها هو اكس، ها هو الزيرو، ها هو كبر من الزيرو، هنا راه صغير من الزيرو، ها هو كبر من الزيرو، يعني بغيت هادشي كامل. عفوا هنا راه بلوس لانفيني، هنا راه قلبتهم، هنا موال لانفيني، بلوس لانفيني، متفقين؟ يعني هي من الزيرو تالين تا بلوس لانفيني، يعني شناهي دو اف؟ يعني بلغة أخرى نقولها لكم هي ار، هي ار بلوس. شناهي ار بلوس؟ ار بلوس تبدا من الزيرو، زيرو باغي تالين تا بلوس لانفين، وبالتالي يعني تولوا ضرورة تولوا تشوفوا في دراسة الدواب، تولوا تشوفوا إر بلوس، إر نجمة، إر نجمة بلوس، خاصكم نتوما تكونوا عارفين هاد الحالات كاملين. من يحطوا لكم إر بلوس في راسك أش تعني إر بلوس؟ هنا مثلا نخدم عليه، هاو عطاك إر ربع المجال اللي تخدم عليه، هو من موال لانفيني تا بلوس لانفيني، يعني تلقى مشكل مع المجموعات، يعني خاصو ضروري يكون عارفهم باش يكون مزيان في دراسه الدول. هاد المجال هو شنو قلنا؟ هو من زيرو تبدا، من زيرو تالي تا بلوس لانفيني، ما عندناش بروبليم مع بلوس لانفيني لان دائما المجال نتاعها مفتوح، تيبقى لك غير الزيرو. الزيرو واش نديرو مغلوق او لا مفتوح؟ بما انه عندك او يساوي فدائما ما تردش بانك دير مجال مغلوق، يعني باغي، يعني مجال مغلوق يعني انني باغي، قطعا مجال مفتوح يعني انني ما باغيش، يعني باغي ندخلو. هاو مني تنقول باغي يعني الوجه تاع المجال تيكون يشوف في الفصيلة، وإذا كان الوجه تاع المجال تيشوف في الفصيلة فهو مجال مغلوق. كان معفر على الفصيلة، يعني كان معفر على الفصيلة فهو مجال مفتوح. علاش تنقول مجال مفتوح؟ لأنه الوجه تاعو ها هو معفر على الفصيلة، وبالتالي إلا معفر على الفصيلة تيكون مجال كيدير مفتوح، واش متفقين؟ كاين اللي تيتسحب غير المجال صاد لهاد الجيب مفتوح، يعني في بالو تقولوا لي هذا راه مفتوح
تيجي اي مجال تبان لي سطا تجي تقول مفتوح، هذا اكبر غلط راه غادي توقع. متفقين؟ انا قلت لكم طريقه بسيطه، كان الوجه تاعو تيشوف الفاصله فهو مجال كيدير مغلوق، كان الوجه تاعو معفر على الفاصله ما محشياش الفاصله يعني المجال كيدير المجال مفتوح. وامتى تندير المجال المغلوق؟ تندير المجال المغلوق الا كنت باغي هذاك العدد يعني من تكون عندي او يساوي، وتندير المجال المفتوح من ما تكونش عندي هذاك العدد يعني تكون عندي قطعا. متفقين؟ نتمنى ان الفكره تكون اوضح. فهذا ما كان بالنسبه للحاله 17 يعني مجموعه التالف تاعي من زيرو داخل حتى بلوس لانفيني. فمسح هذه الحاله وندوزو للحاله 18. ندوزو دابا للحاله 18. فالحاله 18 هي هذه، عندنا اف دو اكس تساوي الجذر ديالها ديال اكس زائد واحد. قلنا الى عندك الجذر فانا سيمني الجذر تيمني غير من الداخل تاعو، هذا كي خاصو يكون اكبر او يساوي الصفر. متفقين؟ يعني مباشره نمشي ندير الشرط، يعني ان امتداد اف ماذا تساوي؟ اكس ينتمي الى اغ بحيث اكس زائد واحد خاصو يكون اكبر او يساوي الصفر. انا الهدف تاعي هو نعزل هاد اكس، يعني الاكس خاصني نشوفه واش بحال في الداله الجذريه يعني حدودية اش كنا تنديرو؟ كنا تنعزلو القيمه تاع اكس باش نعرفو اش تيخالف. دابا خاصني نعرف هاد اكس ضروري، يعني اكس خاصو يبقى بوحدو، متفقين؟ خاصو ما يكونش مع شي واحد. المشكله تاعنا هو اكس شحال حداه؟ هو واحد، واحد مالو؟ موجب اللوح الطرف الاخر يولي سالب. فنفس الخاصيات اللي صالحه تاع تساوي، انا نعطيكم نفس الخاصيات اللي صالحه تاع تساوي، يعني الجمع تولي طرح، يعني الطرح تولي جمع، الضربه تولي قسمه، والقسمه تصبح ضرب، يعني نفسها صالحه. ولكن هنا كاين واحد المشكل، هو شنو هو؟ انني ملي تنضرب في واحد التعبير اللي هو سالب، ملي تنضرب في واحد التعبير مثلا اللي هو صغر من زيرو، يعني إذا كان عندك الماء كبر تتبدل تولي صغار. ولكن امتى تنضرب في واحد العدد اللي هو سالب؟ كان عندك مثلا صغر تولي كبر، والعكس صحيح، كان عندك صغر او يساوي يولي كبر، او يساوي كان عندك كبر يساوي يولي صغر او يساوي. يعني هذه هي القضيه الاولى. القضيه الثانيه هو من تنضرب في المقلوب، يعني من تنضرب في المقلوب، يعني تنضرب في واحد على ال. القضية نوصلو ونقول لها المهم عقلوا على جوج اللي تأثروا ليا المنحة اللي هو المقلوب والظرف في عدد اللي هو سالب، اللي هما اللي تأثروا ليا على هاد التعبير مني في حالة المتراجحات، يعني تكون عندي كبار صغار أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي. يعني مع التمارين تفيد لكم هاد القضية في ريوسكم. متفقين؟ يعني دابا نجي نكمل. الهدف تاعي هو نعزل هاد إكس نخليه بوحدو نفس الطريقة المعتادة، دي دو إف اكس ينتمي الى اغ بحيث اكس ها اكس الى كان موجب، اكس الى كان موجب باش نهرسوا هذه القضيه، باش نهرسوا هذه القضيه. شوف اكس الى كان موجب خليه في بلاصتو، هذاك المجهول الى كان سالب لوح بابا للطرف الاخر. هنا اكس كيدير موجب، يعني ما عنديش معاه بروبليم، نخلي المنحى كما هو. ولكن زائد واحد اللوحه للطرف الاخر اش تولي ناقص واحد، هاي ناقص واحد. متفقين؟ يعني انا اللي بغيت ندير نشرح لكم نمشي على شكل مستقيم مدرج، يعني من موال لانفيني تالي انت بلوس لانفيني، ولكن المركز تاع الاعداد هو صفر. ولكن الا بغيت انا هذا العدد خاصني نقلب من تلقى اكس، من تلقى اكس نجي لهذا العدد تنحط المستقيم المدرج، واشنو هو؟ ناقص واحد. ها هو ناقص واحد. هذا اش يعني القضيه؟ تعني ان اكس كبر او يساوي ناقص واحد، يعني من عند من ناقص واحد، ها هو ناقص واحد بما انه عندي او يساوي يعني باغيه، يعني نبدا من ناقص واحد تالي حتى البلوس لانفيني. ها هي اكس كبر، اكس كبر يعني بغيت اكس صغر نمشي عند موال لانفيني. متفقين؟ يعني شنو هي مجموعة التعريف؟ يعني دير اف شحال تساوي؟ هي مناش من ناقص واحد، ولكن عندك او يساوي دير ليه المجال مغلق تالي حتى البلوس لانفيني. متفقين؟ يعني بصفة عامة أنا نعطيكم اللقطة ديال هاد القضية، فمو هاي عقلوا عليها، نعطي لكم هنا. فمباشرة إلى عندك إكس، إكس أكبر أو يساوي أ، بغض لك النظر على أ، المهم هذاك أ مالو خاصو أ ينتمي إلى إل، عقلوا على هاد النقطة. يعني إلا بغيت نرد على شكل مجال مباشرة هي أ، تالي بما أنه عندك إكس كبر، إكس كبر بلوس لانفيني، يعني سالي عن بلوس لانفيني. متفقين؟ ولكن هذا بما انه عندك او يساوي تندير لي مجال بحال هكا، عقل على هاد اللقطة اللي قلت لكم.
عارفين هاد اللقطه مهمه. اكس كبر، اكس كبر كبر من واحد العدد، تبدا من داك العدد وتمشى عند بليس لانفيني، ولكن تبقى ليا غير هنا. الا كان عندك او يساوي ذا المجال مغلق، يعني باغي يعني لاحظ تشوف الفاصله، يعني اذا كان عندك مجال عندك قطعا دير المجال مفتوح، يعني شد الوجه تاع المجال وعفره على التفاصيل، يعني الامور واضحه. هذه هي دي الاف ديالي، يعني من ناقص واحد حتى بلوس لانفين، يعني ناقص واحد هو اللي تعدم لي البلاصه، يعني من الزيرو حتى بلوس لانفين باش تحقق لي التعبير. يعني خديت اي عدد صغير من ناقص واحد غيولي عندها التعبير سالب، متفقين؟ يعني الا خدينا غير ناقص جوج، ناخذ اصغر عدد اللي قبل ناقص واحد هو ناقص جوج، فناقص جوج زائد واحد اللي هي ناقص واحد، باش نعرفوا بانه حرام شرعا داخل الجذر يكون سالب. ندوز الحاله هي نفسها، ولكن لاحظوا معايا القضيه، غير هنا درتها موجبه، هنا درتها سالبه، متفقين؟ يعني نجم ندير بلاتي نفس القضيه، بما انه عندي الجذر فندير ديريكت الشرط تاع مجموعه التعريف ديالاش ديال الجذر، يعني مباشرة دي دو اف تساوي اكس ينتمي الى ار، بحيث اكس ناقص واحد خاصو يكون اكبر او يساوي الصفر. انا الهدف تاعي هو ديما نعزل اكس، انا اكس موجب يعني نخليه ترونكيل في بلاصتو، غتولي اكس ينتمي الى ار بحيث اكس اكبر او يساوي، لاحظوا معايا هنا ناقص واحد هنا سالب، نروح للطرف الاخر يولي موجب، يعني يولي واحد، متفقين؟ يعني هذه هي دي دو اف. يعني نطبق على ديك اللعيبه اللي قلت لكم دابا، يعني دي اف شحال تساوي لي، يعني بما انه اكس كبر عندنا من هذا العدد اللي هو شحال هو واحد، تالي نمشي تال بلس لانفين، دائما بجوار ما لدينا المجال مفتوح، يعني ان عندي او يساوي ندير المجال مغلق، متفقين؟ انا هي دي اف بكل سهوله، متفقين؟ هذا ما كان بالنسبه ل 18 و 19، فمسح السبوره وندوزو حالات وحدين اخرين. ندوزو دابا الحالة 20 والحالة 21، يعني مباشرة عندك الجذر من داخل الجذر مالو كبر أو يساوي الزيرو، مباشرة ديرو إف مادا تساوي هو إكس ينتمي إلى إف، بحيث إيش تلاتة ناقص إكس مالا أكبر أو تساوي الزيرو، يعني إكس ينتمي إلى إف. هنا تنسول راسي واش إكس واش سالبة أو لا موجبة، هاي إكس، إكس سالبة، مباشرة نشد اللوحة للطرف الآخر باش تولي موجبة بالهريطة الريلية، غادي هنا ثلاثة أكبر أو يساوي، ولكن لاحظوا معايا هنا، ناقص إكس هنا سالبة اللوحة للطرف الآخر باش تولي موجبة، يعني تولي إكس هاي في هنايا، هنا إكس كيديرها واش كبر ولا صغر من ثلاثة، هنا راه إكس صغر من ثلاثة، راه كاين هذا المشكل ديال ما تعرفش واش هذاك التعبير واش كبر أو لا صغر، كاين اللي تيشوفها بحال هكا تيقول لي كبر. ما تيهموش داك التعبير هو اللي تيهتم به، أنا باش نعرف تنهتم بهذا التعبير أنا تنهتم غير بإكس، إكس كيديرة؟ شوف المسافة تاعها كيديرة هنا؟ صغيرة، يعني أن إكس صغر من ثلاثة، شوف هنا ثلاثة كيديرة؟ المسافة تاعها هنا، هاد الفم هنا كبير، يعني نقول ثلاثة كبر من إكس، ولكن أنا متنتسوقش ثلاثة، تمني أنا غير المجهول، يعني أن إكس كيديرة؟ راه صغر من ثلاثة. في هذه الحالة غنجي نديرها على مستقيم مدرج باش تبان لكم، ومن بعد نعطيكم الخاصية، من مو لانفيني تال بلوس لانفيني، المركز تاع الأعداد هو زيرو، أنا ثلاثة فين كاينة ها هي، ومعتبرة بأن ثلاثة هنا هي في البلاصة الموجبة، أنا أش بغيت؟ بغيت أن إكس يكون صغر، مباشرة نقول واحد التعبير صغر، يعني نعرف بأنني غنوصل عند مو لانفيني، بحال قلنا إكس كبر، غنعرف بأنني غنوصل عند بلوس لانفيني، يعني أنا منين نبدا نورمالمون؟ نورمالمون عندها من عند ثلاثة، ولكن صغر يعني إلا زدت هنا تولي كبر، واش فهمتي؟ واش نفرض مثلا ناخذ شي عدد كاين هنا ربعة، واش شي حاجة لوجيك واش ربعة صغر من ثلاثة؟ واش ربعة صغر من ثلاثة؟ غادي راه شي واحد يقول لي ربعة صغر من ثلاثة ويلو، واش متفقين؟ يعني هاد القضية راه ما كايناش، يعني راه خاصو يدير الميزاجور العقل الباطني تاعو، راه ربعة كبر من ثلاثة يعني ما خداماش، يعني خصني ناخذ شي حاجة مثلا هنا قبل من ثلاثة جوج، ناخذ مثلا جوج، هاهي جوج باش كلشي إن شاء الله يفهم، جوج واش صغر من ثلاثة؟ ها هادي منطقية، يعني شي حاجة باينة، يعني فعلا جوج راه صغر من ثلاثة، وبالتالي المجموعة اللي نخدم عليها هي من ثلاثة وصغر، يعني مني صغر
تيرم ولا فيلم طافتين، انا اعطيكم الخاصيه، ولكن قبل ما اعطيكم الخاصيه انا اعطيكم الدي دي اف. الدي دي اف هي شنو هي؟ يعني متى تكون اكس صغر تبدا من مولا فين، ولكن دائما الجوهر مدني المجال مفتوح ياك. تالي نمشي تل عند ثلاثه، ولكن ثلاثه بما انه عندي او يساوي عند المجال مغلوق، هذه هي الدي دي اف عندي. الامر بسيط، انا اعطيكم الخاصيه كما عطيتكم قبل، يعني هذو خاصيات تاع الترتيب، يعني خاص اي واحد ترتيب والمجال كلشي خاصو يكون عارفهم. الا عندك اكس اصغر او يساوي واحد العدد ا بصفة عامة، اي ينتمي الى اي، غيكون كما بغيكم. الا بغيت نرد على شكل مجال، يعني من نبدا نبدا من مولا فيني، لانه اصغر اكس اصغر وامشي عند ا، يعني بجوار ما لا نهايه دائما المجال يكون مفتوح، غير بجوار ا لانه عندي او يساوي ندير المجال مغلق. كان عندك قطعة دير المجال مفتوح، يعني الامر بسيط، يعني فما تبان لكم بحال هاد اللقطة مباشرة ردوا عليها بحال هاد اللقطة، وانا شرحتها على شكل مستقيم مدرج باش كلشي ان شاء الله يفهم. ندوز الحالة 21 وهي آخر حالة بالنسبة لهذا الفيديو. مباشرة ما نتردش مداخل، عندها الجذر المداخل تاعو خاصو يكون هذا، خاصو يكون أكبر أو يساوي الزر. دي دي إف ماذا تساوي؟ إكس ينتمي إلى إيغ. الشرط شنو هو الشرط؟ هو 3 إكس زائد 4 خاصها تكون أكبر أو يساوي الزر. من بعد تبقى خدام بأنني نعزل إكس، إكس ينتمي إلى إيغ، بحيث هنا عندي اكس لاصقه مع 3 نخليها هي اكس لانها موجبه ما عنديش معها بروبليم. هنا اكبر او يساوي تبدا مع هذاك الجمع وطرحكم المسبق ذكرتها، عندك هنا 4 لوحه الطرف الاخر تولي هنا ناقص 4، ها هي فين هي؟ اكس ينتمي الى اغ، بحيث هنا نخلي اكس الهدف تاعي هو نلقى غير اكس بوحدها هي اكس اكبر او تساوي ناقص 4. مشكلة اكس هنا عندي ضرب، يعني 3 ضرب اللوحة الطرف الاخر تولي قسمة، يعني مني قسمة اتهبط المقام تولي هنا هي 3 متفقين. يعني انا لقيت اكس مالو اكبر او يساوي ناقص 4 على 3. هنا ندير اف، هنا ندير اف، يعني اللي جيت نديرها على شكل مستقيم مدرج لانني نعطيها بطريقة مباشرة دابا هنا، يعني من موال انفيني تال بلوس لانفيني، اصل الاعداد هو مركز الاعداد هو زر. فين جات ناقص 4 على 3؟ ناقص 4 على 3 راه جات هنا اللور، يعني قبل الزيرو لانها سالبه، ناقص 4 على 3. انا بغيت اكس يكون كبر، اكس كبر من، يعني كبر يعني في راسي بلوس لانفيني، فاهمين؟ يعني هاي يعني من هنا، يعني عندي او يساوي، يعني باغي حتى لهنا. يعني شنو هي مجموعه التعريف عندي هنا؟ هي واحد الملاحظه مزيان تذكرتها، كاينين بعض العباقره اللي هما سلبيين في الرياضيات تشدوا هذا العدد 3 وتمثلوا حول الطرف تيردوه سالب، واش متفقين؟ ما كايناش هذه القضيه. شنو هو اللي تنقلبوا شي يولي سالب ولا موجب؟ الجمع والطرح. اما الضرب كان عندك موجب لوحه هنا موجب، كان عندك سالب لوحه هنا سالب، واش مفهوم؟ يعني الضرب تيحافظ على الاشاره تاعو، بينما الجمع والطرح تيقلبوا الاشاره تاعهم ملي تنبدلوا لهم البلاصه في المعادلات وفي المتراجعات. يعني دي دي اف شحال تساوي؟ اكس كبر يعني عندها من هنا ناقص 4 على 3 تالي تال بلوس لانفيني، بجوار بلوس لانفيني وموال لانفيني دائما المجال مفتوح. عندك او يساوي ديال المجال مغلق، صافي. هذه هي مجموعه التعريف، يعني كما شفتوا في الامر بسيط، عطيتكم الطرق، يعني تنحاول نبسط ماكسيموم باش ان شاء الله كل شيء يفهم. هذا ما كان بالنسبه للفيديو، كان معكم اخوكم سفيان. ما تنساوش ما تبخروش علينا بواحد الكومنت لايك، وبطبيعه الحال بارطاجوا مع الاصدقاء تاعكم باش تكون افاده جماعيه. نتلاقوا في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.